أربعة فنانين تشكيليين من مدن مغربية مختلفة يشاركون في المعرض الجماعي لفن الخط العربي الأصيل، ويتعلق الأمر بكل من خالد بي ومحمد الشرقاوي ومصطفى أجماع ورشيد إغلي، الذين تقاسموا إبداعاتهم الفنية في هذا الفن مع جمهور مدينة الرباط. هذا المعرض الخاص كيجمع أعمال أربع فنانين، سي أجماع، سي إغلي، وسي الشرقاوي، وسي بي، اللي كل واحد فيهم عنده تجربة خاصة ورؤية خاصة للحرف العربي، ورسائلنا أننا نجمعهم في هذا الشهر، هذا الشهر الفضيل، باش كل واحد فيهم يعطينا الرؤية ديالو لهذا الفن. المعرض يحتفي بالحرف العربي كرافد لكل ما هو روحاني وفني، حيث يتخذ الفنانون المشاركون هذا الحرف كأداة للإبداع والتعبير، كل بطريقته الخاصة. الفريد في الأمر في هذا المعرض هو أن كل فنان، أربعة ديال الفنانين، كل فنان وظف الحرف بطريقته الخاصة. هناك من تطرق للحرف العربي كثلاثي الأبعاد فجسده في منحوتات، وهناك من يعني ضاف عليه مواد وتقنيات بطبيعة الحال. كانت يعني واحد التيمة اللي حاولت ما أمكن نجمع فيها بين ثلاث مركبات اللي كنشتغل عليها أصلا، هي النقطة والدائرة والحرف. حاولت ما أمكن نعطيه ذاك البعد الروحاني ديالو، يعني بما هو كي قلنا أداة الخلق الأولى. ويشتمل المعرض على 30 لوحة تشكيلية يقوم من خلالها الفنانون الأربعة بتجسيد كل معاني الحرف العربي الأصيل.